ولا يهمك حبيبتي، من هالشوارع بيترجع القلب. قلبية شريطية. قلبية بتشعر انه شريطية؟ لا قلبية، انا متأكد من معلوماتي. لك شوفي بابا على ايش مختلفين. ها ما اجى البابا، اسأله بابا. هلا ورقة الفاصلية قلبية ولا شريطية؟ انت شو قلت بابا؟ انا قلت شريطية. ها شو هي مكتوب بالدفتر ورقة الفاصلية شريطية؟ لا بابا غلط، انا متأكد من معلوماتي انه قلبية، بس هو نائل من علوه غلط. ورقة القمح هي اللي شريطية. لا حبيبي، ورقة الفاصلية هي اللي شريطية. طيب هي البابا هون، هو بيعرف اكتر مني ومنك. بابا قل له عن ورقة الفاصلية. بقول له بس يعني وهذا السؤال كتير مهم بابا، كتير مهم. بجوز بكرة يجيب الفحص. طيب المعلمة شو قالت، قلبية ولا شريطية؟ شريطية. لا تصدق بابا، هو منال من اللوح غلط. أحسن شيء أرجيلة بنطالع كتاب العلوم ونتأكد. طالع كتابك العلوم. لألا طالع كتاب العلوم. كتاب العلوم شبك عم تحك راسها؟ ما معي. وينه؟ ضوعته. الله لا يعطيك عافية. شلون هلا بدنا نعرف شلون بدك تعرف إذا كانت قلبية ولا شريطية؟ شلون بدك تعرف تدرس؟ بسيطة بابا. ها شوف مكتوب بالدفتر شريطية. إيه مزبوط مكتوب شريطية، بس خايف كمان الدفتر يكون مثل ما قال أخوك نقله غلط أنت مع اللوح. شلون بدنا نعرف هلا قلبية ولا شريطية؟ حزير له. إيه وبعدين بابا، بعدين معك؟ شوف هو الصراحة أنا أكيد بعرف الجواب بابا، بس حابب أنت تستنبط الجواب، أنت تمحص، لأنه إذا أنت اكتشفته بحياتك ما راح تنساه. وشلون بده يتأكد إذا الكتاب مضيعه؟ هي بسيطة بابا، بتلفن لرفيق من رفقاته بيسأله، ما معك شي رقم رفيق من رفقاتك؟ راح طوق على ما أعرف قلبية ولا شريطية. المهندس قال معي تليفون ديما. الله يديما. منو هي ديما؟ ديما رفيقتي اللي بتقعد قدامي بالمقعد. اما شو حلوه يا بابا، كل عين هالقد وتمها مثل الفست صغير هالقد وشعرها لهون. ون منت بليز. ابليس انت عاق، شو هالجيل هاد؟ انت متاكد انها قلبيه؟ الو مرحبا، هون بيت ديما، ممكن تعطيني اياها؟ الو مرحبا، كيفك ديما؟ انا سليم. اتصلتي بسوسو؟ رجعت لك الالام؟ كذابه ها، لا تصدقيها كذابه، انا بعرفها. ولا يهمك، بكره بنقول لرفقاتنا بالمدرسه انه ما حدا يحكي معها، خليها تمشي بالباحه لحالها. ولا يهمك، بكره مثل الحماره بدها ترجع لك الالام وتعتذر لك كمان. ولا يهمك حبيبتي، من هالشوارع بيترجع الألم. لك اسألها بقى، قلبية ولا شريطية؟ عليت قلبي. ايه ايه. الو ديما، هلا درست العلوم لبكرة؟ شو هالسرعة البديهية اللي عندك نيالك؟ ايه طيب إذا سألتك شو سؤال بتعرفي؟ ايه ماشي. الو ديما، سكر كل شي، كتب، دفاتر، كل شي بيتعلق بهالمادة. شو شكل ورقة الفاصوليا؟ متأكدة؟ متأكدة متأكدة؟ طيب افتحي كتاب العلوم لنتأكد أكتر. على قلبي. ايه. طيب سؤال تاني. لك أنا سؤال تاني، هات عنا. مع السلامة عمو. شو قالت له؟ اللي أنت بالأول، شكل ورقة الفاصوليا؟ لك أنا اللي عم بسألك، هي شو قالت لك؟ قلبية. ما قلت لك أنا متأكد من معلوماتي. وأنا كمان بابا متأكد من معلوماتي وبعرف إنه ورقة الفاصولياء قلبية، بس تركته يبحث لحتى تثبت المعلومة براسه، بحياته هلا ما عاد ينساها. شو شكل ورقة الفاصولياء؟ شريطية. الله لا يعطيك عافية. شو قالت يا لا؟ بابا أنا ما دخلني، سليم هو اللي بلش. قوموا على دروسكم، قوموا. قلبية ولا شريطية؟ شريطية. قلبية يا ابن ال... وين الماما؟ وانا شو بعرفني؟ جوز تكون بالمطبخ.
عجيب، وين بتكون راحت؟ جوز لسه ما رجعت من الشغل. ما سمعت شو قالت ام محمود؟ قال ان اليوم ما داومت. ام محمود عم تكذب. ليش بقى؟ شات الا تفضلي وتضل عنا على الغدا مثل العاده. بس برافو عليك، ما قلت لها تفضلي. شاطر. تعال هون. وين؟ ساعة بالكتير يا ربع ساعة، بحط قولين على حسان وبرجع. اي فوت لجوه ما في روحة. لا تخاف، برجع قبل ما تجي الماما. شو جابك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولي يا اجي حاله. اهلين امي، امتى جيتوا؟ هلا اجينا. يلا امي انت ويا، فوتوا غسلوا ايديكم وفوتوا درسوا امام لبين ما يجي ابوكم. شو غدا انا؟ ما بعرف. لك مين بيعرف الجيران؟ لا حبيبي، بس ابوك بده يجيب اكل جاهز وما بعرف شو بده يجيب. وليش ما طبختي لنا؟ مع اساس بدك تطبخي رز بفول؟ عال والله عال يا نص نصيص، مو باقي غيرك. بكره ما تتجوز حاسب مرتك. اتجوز وماتي يا حلوه يا سبحان الخالق. مح حلوه انت. انا بقول كباب. لا انا بقول فرريش. كباب فرريش. كباب فرريش. كباب فرريش. يا سيدي انتوا اثنين ما حسرتوا. قوم شوف مين بابا. قوم. مرحبا طارق. كيفك؟ مرحبا ابو طارق. يا برني خير محمود؟ ليش كل هالبوس؟ هلقتيني وجعتي لي خدودي. بدي هريوم، بدي نتفون تنتيف. خير شو صاير ليك؟ شوفي شو بدي. شو نتيجة سحرك؟ انا وسحر اللي اعطيتيني اياه وخبزته وقطعته ووزعته. شو نسيتي انا؟ لا لا تذكرت تذكرت. شو سوا فيكي؟ طيب لي اجري. ليكي عم دوس عليها حتى اصابيعي عم تتحرك. شوفي حتى النصان عم يتحرك. يا عيني. ان شاء الله الف مبروك، معناتها الدواء اخذ مفعوله. حاجه هنا حاجه تتواضعي، لولا سحرك انت ما بتطيب. اجري وبدوس عليها. اتغديتي ام محمود؟ مالي نفس من فرحتي. باجري يا سلام. ليكي شلون عم دور مثل اليويو. شفتي سحرك شو عمل؟ على راحتك، كنتي ذوقك الفطاير، بس اذا مانك جوعانه تصطفلي. وانا ما راح ازعلك. ابنه بيبعت له فالج اللي بده يزعلك. راح بالحكم بفطير طين انا. هات شوفي. ها ما بعرف، تعي انت وشوفي. تعال هون. لوين رايح؟ يعني لوين بدي روح؟ طالع لبرا. ما في طلعه، عود كمان لدروسك. شلون ما في طلعه؟ اي يعني وين بدي اعملها؟ بالتخت. شو هاي؟ لا اطلع اعملها بس لا تطول. ما بطول، صعب اللي كتير. بعرفك فايق. قوم. امتى اجيتوا؟ هذا الفيلم تبع الفيديو مين طالعه؟ طلع لحاله. مين حطه بالفيديو؟ حط لحاله. مين شغل الفيديو؟ اشتغل الفيديو لحاله. طارق. اهلين بابا. صار له زمان ارجيلي عم تفرج على التلفزيون؟ هلا طلع. بتقوم على غرفتك لحالك مشان ما اضحك كف لحالك. السلام عليكم. شكر الله وسعيكم. كم مرة قلت لك لا تحط أفلام الرعب بين يدين الأولاد؟
ما بعرف ينكشوا مخبيه وكاتب عليه انا برنامج ثقافي. شو عم تعمل؟ عم بقرا قفز الارنب، خاف الارنب، كنت قريبا منه العب، ابيض ابيض مثل النور يركض في البستان يدوري. ما خانقني. سليم طارق غدا وتغديتوا، فوتوا على اوضتكم وما بتطلعوا منها لنيشي، فهمتوا؟ حوصه ولوصه بالبيت ما بدي. ليش انت وين رايحه؟ رايحه على المشفى لانه خالي محمود مريضه وابوكم عندها. وانا مين بده يدرسني؟ اخوك طارق، طارق درسه. ما بدي طارق يدرسني، بدي انت. هيك زعلتوا لاخوك؟ تضرب ما اغلظت، بعدين انا ماني فاضي تلك، قلت لك رايحه لعند خالي محمود، يعني رايحه لعند خالي محمود. درسيني وبعدين روحي. ما بقدر، بعدين تزعل خالي محمود. هلا ام محمود صارت خاله، طول عمرك بتقولي لجارتنا ام محمود يبعت لحمها، شو غير اسمها؟ سليم لا تجنني، قلت لك فوت الدروس يعني فوت الدروس، بعدين تفرج على افلام كرتون حبيبي. ما راح ادرس مع اخي. لكن مع مين بدك تدرس لحالها؟ ما بعرف ادرس لحالي. اي خلي اخوك يسمع لك. لكن ما بدي اخي يسمع لي. اي حياتني بقى شو بدها؟ اللي خلي سهام بنتي الجيران تجي تدرسني. لا تضرب منك الا ساوي بدك تستفق. الله الو كيفك سهامو؟ انت حبيبتي. ايه سهامو تجي تدرسيني؟ لا انا اطلع لعندك. لا انت تعي، مندرس انا وياكي برا ومنزل اخي طارق لجوا. ايه انت يا لطيفه يا ظريفه يا حبابه انت. ايه يلا انا مستنيكي لحتى تيجي تدرسيني. ايه ايه يلا ايه ماشي باي. ماما وين رايحه؟ مشوار لعند طنط نهى. بتطولي؟ حاول. لا شو رايحه تساوي عندها؟ ولعيه. ايش دخلك انت؟ ماما شو معناتي ولعيه؟ يعني ولعيه. روح لدع التليفون. الو مرحبا حبيبي، كيفك جمولتي؟ مشتاقتلك مشتاقتلك كثير قد ما قلت لك مشتاقتلك. هالكم يوم اللي ما شفتك فيهم حسيتهم سنه، انا ما عاد فيي ابعد عنك مشان هيك قطعت سفرتي مشانك. مشتاقتلك مشتاقتلك، جاي لعندك فورا. مين ماما؟ سليم قلت لك مين عم يحكي كان على التليفون؟ عشو؟ عشو؟ عم قل لك مين كان على التليفون؟ ما حدا. شلون ما حدا؟ أنا سمعت صوت بنت عم بتعيط. نمرة غلط، تمي دان تمك. شو بو؟ بسيطة بصير خير. شو المشهد اللي بعده؟ يوم بكفي هذا المشهد. يوب مشهد واحد بس؟ إيه على هالحالة ما بيخلص المسلسل بسنة سنتين. لا تخافي وقت التصوير منسرع، وأنا هلا عندي موعد وأنت لازم تقومي تروحي. يلا أحطي. ما شربتني كازوزة حمراء؟ مرة جاي بصيك إياها حمراء، أحطي عم قلي. أحطنا. أكيد بتكون أمال هلأ اتصلت. يلا رب ضارة نافعة، منيح اللي بنشر الدولاب وما كنت موجود أثناء المخابرة. أكيد لو كنت موجود كانت الخناقة بدها تكون كبيرة. هلأ لبين ما أوصل بتكون هنا هديت لها شوي والخناقة بتكون أخف. وبعدين بقى هي الساعة 5:15 والضيف لا كان يتصل ولا يجي. وبعدين أهلين مها. ايه ماشي يلا طالعة، مع السلامة. ماما طارق أنا طالعة، اوعى تفتحوا الباب لحدا مثل العادة، وإذا اتصل رفيق قول البابا قالوا له بابا بيجي بعد نص ساعة. حاضر ماما. بدكم شي؟ بدك تطولي؟ مشان تلعب بالطابة؟ اطمن ما رح طول. أكيد هو. ألو؟ أهلين هبة.
كيفي؟ شو بقى من خالتي؟ ايه معه حق يزعل، الله يصلحها مرته، هي عملة بتعملها؟ ماشي رح قله لجميل، خليني اشوفك بس. الله معك، بالسلامة. ايه ماما مثل ما فهمتكم، ايه؟ اوعى تفتحوا الباب لحدا، يلا باي. شو؟ ما بدك تفوت تدرس؟ ما بدي. لك انا بدك تطلع تتفرج على الفيديو. يا كتبني بهمي. اصطفي تنباع بالعزا. يو. نعشت هالمصيبة؟ عم تحكي معي؟ لا عم بحكي مع حالي. غريب الامور هادي. ليش هادي؟ شو هالرجيله؟ ما في شي. تعا طارق؟ نعم بابا. وين امك؟ راحت لعند الطنطمة مشان تروح هي وياها على السوق. وشلون راحت؟ ايه اكيد اخذت تاكسي. لك مو هيك قصدي، راحت مبسوطة ولا زعلانة؟ بدك الحقيقة؟ ايه راحت زعلانة. الله يبشرك بالخير. لا لتكونوا انتوا اللي زعلتوها يا ولد. لا بابا انت اللي زعلتها. أنا ليش شو سويت؟ شو سويت؟ خليتها تنتظر في أكل الخمسة وربع وما أجا. ما أجا؟ معناتها أكيد بيكون اتصل واعتذر. ولا اتصل ولا اعتذر. أنت متأكد إنه لا اتصل ولا اعتذر؟ أنا مالي متأكد، بس لو اتصل واعتذر ما كانت الماما انجبرت تستنى للخمسة وربع. شباب شو في؟ فخي. شو في؟ هو رفيقك ما اتصل بس رفيقتك اتصلت. شو عم تقولوا؟ لا طمن الماما ما دريت، لانه انا رديت وقلت لها للماما انه النمره غلط. الله لا يعطيك عافيه، انت مين قال لك ترد على رفقاتي؟ احمد ربك اللي رديت انا، منيح اللي ما رديت الماما، لانه لو رديت الماما كانت قامت القيامه بينك وبينها، لانه رفيقتك حكيت حكي بينقطع فيه الرقاب وبصير الدم للركاب. شو هي رقاب وركاب؟ منين جاب هالحكي ولا؟ هلا مو وقت هالحكي، المهم هلا انت فوت على اوضتك. فوت كمان فوزا، سكن الباب وراك. تعال تعال. لك شو بك قابضة هيك؟ شو في؟ المهم هلا انه حبيبتك مشتاقت لك كتير 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 وقطعت سفرتها مشانك، وهلا هي جايتك بلفلف الموضوع قبل ما ترجع الماما وتلاقيها هون. لك انا لا عندي رفيقة ولا عندي بطيخ ولا حبيبة، بعدين مالي خايف من حدا انا. اصطفي انا حذرتك وانت حر. يحمد كان حلو على التليفون بس اصحك الدبي. بايخة. الو هذا انت؟ طمني ان شاء الله الخطه نجحت والصمام انفجر. انفجر وبس؟ ايه ما بقي منه ولا برغي. الف مبروك، هي وصلت للي بدك اياه. وين الامن هلا ورايح اذا كان لك بتلقى؟ بكره بدك تقلي لك يا وسيم دخيلك الحاني خلصني من غيره مرتي. على كل مبروك. الله يبارك فيك. بس انا ماني سمعان لك لا عياط لا خناقه. شو طفشت مرتك من البيت؟ طفشت وبس، قومت الدنيا وقعدتها وحملت اغراضها وطلعت. ولوين راحت؟ مطرح ما تروح تروح بكره بترجع. لا 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 لا, لا يا جميل، ما بصير تصل مواصيل لهالدرجه هي. يا اخي الحق شوفها وين راحت، ما بصير هيك. هي اخر لعبتك يا جميل، الحق علي اللي ساعدتك فيها. ساعدتني فيها؟ هلا من كل عالق عم تحكي هالحكي. انت يا حضرة الكاتب والمؤلف اللي على اساس شاطر كتير بالعقد والحبكات والحلول، بالمختصر المفيد يا ايها الكاتب المحترم، خطتك فشلت، تبهدلت انا. عم تحكي جد؟ لا كنت عم بمزح. شبك انت؟ مو الك مو الك. شبك؟ خلص لاقيني بعد ربع ساعة بالقهوة بحكي لك. ماشي لا تأخر. الله معك. رجعوا. شو هالأبهات هدول؟ أبهات آخر زمان بحبوا وبيعشقوا.